بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير من هنا من أرضية ميدان الرميل لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ثاني محطاتنا لسن الفطامين ينطلقا على بركة الله أول أشواط الإبكار. الفطامين والألف ومئتين متر أيضا مقدمة هنا من اللجنة المنظمة لهذا الميدان، لهم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لتسهيل الأخوان والعاشقين وأيضا المهتمين برياضة سباقات الهجنة العربية الأصيلة. مباشرة مع أول الأشواط، أول المنطلقين طموح سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي مع المركز الأول، المركز الثاني أيضا زعفران سالم بن أحمد الراشدي على المركز الثاني، والمركز الثالث شواهين هلال بن سعيد بن سالم الهاشمي على المركز الثالث، والمركز الرابع أيضا هناك الدانة خميس بن محمد العمري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، عود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى القيادة هذا الشوط اللي غيرت زعفران سالم بن أحمد الراشدي، غيرت مع المركز الأول وانتقلت انتقالة سريعة هنا نحو الصدارة. لكن ما شاء الله تبارك الله، شوف اللي غيرت مع المركز الأول اللي لها هناك حركات جميلة وأيضا أداء مميز، اللي انتقلت الدانة خميس بن محمد العمري مع المركز الأول، انطلق نحو الصدارة العمري مع المركز الأول مهديا الناموس والانتصار والمحبين لهذه الرياضة. أسعد الله صباحك يا العمري على المتابعة. الدانة وصاحبت أيضا النهاية الجميلة في الأمتار الأخيرة، تهانينا والناموس لمالك يا خميس محمد العمري المركز الثاني. كانت هناك حامة رقم اثنين شواهين هلال سعيد الهاشمي، والمركز الثالث أيضا هناك زعفران سالم بن أحمد الراشدي. دقيقة وخمسين، 13 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.